الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسافر قصر صلاة المغرب؟ الحمد لله، لا قصر في مغرب ولا صبح بإجماع العلماء، فلا يجوز للمسافر أن يقصر إلا الرباعية فقط. فالصلوات التي تقصر في السفر إنما هي الصلوات الرباعية من الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والصبح فإنهما لا يقصران. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أنها قالت: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ومن فعل ذلك وقصر في صلاة المغرب فسلم من ركعتين فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة، والواجب عليه إعادتها. والله أعلم.